يا حلوين بحلقة جديدة عن لعبة توب وور باتل جيم. والله هاي الزينة مثل ما شفت، هاي الزينة جديد نزلت عندي، حلوة حلوة كثير هاي الزينة. تمام اخواني، قبل ما نبلش الفيديو صلوا على الحبيب محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ونذكر الله ونقول بسم الله. اذا انك مالك مشترك اشترك بالقناة وحط لايك واكتب لي رأيك بالتعليقات عن هذا الفيديو. اخواني اليوم والله هاي الزينة عجبتني صراحة، والله ادمنت على هاي الزينة. اخواني اليوم راح نتحدث لكم عن هاي الحقيبة. شو هي ميزات هاي الحقيبة؟ الحقيبة طبعا كل حقيبة بالحياة الواقعية، مثلا عندك حقيبة تحط فيها اغراض، اغراضك اللازمة، كذلك الحقيبة في لعبة توب وور. عندك القسم الاول المواد، هاي هي المواد، هاي الصناديق، هاي البطاقات تبع الأبطال، هاي طبعا بطاقات المواد اللي تشتري بيها، مثلا تفتح فيها الأبطال واللي هاي الصناديق اللي طالع بدلها ذهب، هاي المواد يعني مثل ما تقول الشغلات اللي تشتري فيها يعني، وهاي البطاقات بطاقات الأحداث. هاي كل حدث يعني كل بطاقة لها حدث معين، يعني يمكن الشهر هذا، يمكن الشهر اللي بعده، يمكن اللي بعده، يمكن بعد كم يوم، ما تعرف يعني، الأحداث ما لها وقت محدد. هاي هي المسرعات كمان والصادق. وهاي القوات، هاي تطلع لك القوات اللي عندك يعني بالقاعدة، يعني عندك كم طيارة، كم دبابة، كم سفينة، هاي هي. وطالع لك كمان كم ليفل القوات اللي عندك، مثلا اذا عندك ليفل ضعيف يعني ما بتلزمك دمرها، الا مثلا هاي ليفل 8 انا راح ادمرها يعني بس اطلع من الحقيبة. هاي الزينة اخواني، لا تفكروا هاي الزينة انه بس انه منظر يعني انه يعطي جمالية للقاعدة، لا، هاي الزينة كمان لها اشياء معينه، لها شغلات مفيده. هلا عندك مثلا زينه الهدايا، زياده سرعه تدريب القوات، العدد الاقصى الفعال 5. هاي مثلا الارضيه، زياده سرعه المسير عند الهجوم، العدد الاقصى والفعال 100. يعني هاي الزينات كمان يعني والله شغله كثير حلوه، يعني هاي شغله عجبتني بهاي الزينه، يعني حطوا لك انه مثلا زين فيها القاعده وكمان في لها فوائد، يعني ما حطوها على الفاضي، هاي كثير شغله حلوه هاي الزينه. نجي على القسم التالي الأبطال. هاي هون الأبطال، يعني هاي شظايا الأبطال، يعني هاي يطالع لك كم شظية بطل عندك، وكمان يطالع لك المهارات، يعني المهارات اللي تستخدمها للأبطال. هاي الشظايا مثلا إذا عندك مثلا البطلة، هاي الشظايا تستخدمها لرفع نجوم البطلة، يعني تستخدمها لترقية البطلة هذول. أما الشظايا الباقية مثلا، هاي شظايا تايون 7، يعني باقي لي 3 شظايا حتى يطلع عندي البطل، يعني لازم كل بطل يكون عندك 10 شظايا حتى يطلع عندك البطل. هلا قول لي انه هاي الشظايا انه البطل هذا طلع عندي وما اعرف ايش، لا، هن الشظايا هذول يفيدوك، حتى اذا طلع لك شظايا نفس البطل، شظايا نفس الشظايا تبع البطل اللي عندك يفيدوك يعني بترقية البطل، يعني ترفع فيه النجوم وترفع القوة فيه. وهاي المهارات، هاي عندك المهارات الحصرية وعندك المهارات العادية. هاي كمان في شغلة اخواني، انتبهوا انتم لما تفوتوا على القسم هذا بالحقيبة، لما تجي على الحقيبة هيك تدخل على هاي الحقيبة، لما تفوت على هذا القسم شوف عندك هاي المهارات، هاي مثلا عندي كم قطعة منها، 3، مو شو بعمل، ادمج المهارات مثل ما تشوف، دمجتها صارت ليفل 2، كانت ليفل 1 صارت ليفل 2. انتبهوا على هاي الشغلة، يعني لما تدمج المهارات يعني تعطيكم قوة اكثر. زيادة الضربة الحاسمة بنسبة 2.5%، هلا عندي 3، مو هلا شو بعمل؟ بحط لها دمج، ادمجها هيك، يعني هلا صارت ليفل 2، صارت عند استخدام زيادة الضربة الحاسمة بنسبة 5%، شفتوا شلون؟ يعني لأنه دمجته. انتبهوا يعني القسم هذا لا تنسوه، يعني أنت لما تفوت على الشنطة وتجي تفتح هذا صندوق المهارات، هذا مثلا صندوق المهارات،
حط استخدام يطلع عندك هاي المهارة، تجي على قسم الأبطال. هاي هي المهارات، لما تشوف عندك مثلا لازم يكون عندك ثلاثة من نفس النوع. مثلا هاي القطعة فيها اثنين بس، يعني ما راح تترقى معي. أما هاي القطعة مثلا فيها ثلاثة، أعمل لها دمج. لما أدمجها يعني تزيد، يعني شوف صارت ليفل اثنين، كانت ليفل واحد صارت ليفل اثنين. هلا مثلا عندي المهارة هاي فيها ستة، هاي المهارة عند استخدام القوات البحرية بالمعركة، هذا يخفف لي الضرر. يعني لما احط ركبها مع بطل دفاعي مثلا هانزو للقوات البحرية، حط المهارة معاه، يعني يخفف الضرر اللي تتلقاه القوات البحرية من ضربات الأعداء. كمان عندي هلا ستة، شو بعمل هلا؟ هون عم بيقول خفض الضرر 2.5%، انا اجي اعمل لها دمج. بعد ما دمجتها هلا ايش قد صارت؟ صارت خفض الضرر بنسبة 5%. فهذا القسم مهم اخواني، لا تنسوا القسم هذا مهم بالحقيبة. هاي هي الاقسام المهمة. الزينة كمان كويسة، وهاي المواد هاي شغلات عادية هاي. وهاي هون تشوف يعني، اما القسم هذا قسم الابطال مهم. وكمان الزينة يعني هاي الثلاث أقسام مهمة، قسم الزينة وقسم الأبطال وقسم المكونات. هلا نجي على قسم المكونات بعد ما وكمان إخواني هلا قسم الأبطال، يعني تجي تشوف يعني عندك مثلا البطلة ليون عندي في إلها 10 شظايا. شو بعمل؟ بروح على قسم تجنيد الأبطال، قسم الأبطال، أروح على البطلة ليون، يجي أرفع النجوم. شوف مثل ما تشوف هناك عندي 13، هون عندي 13. اعمل مبادلة، ببادلها فورا واجي ارفع النجوم، احط ترقية وارفع النجوم هيك، يعني هيك اقدر ارفع النجوم. مثل ما شفتوا يعني كان عندي، يعني انتبهت يعني انه بالحقيبة لما فتت على قسم الابطال عندي 11 شظية. يعني هيك، يعني هيك يعني تعرف انه عندك شظايا للابطال تقدر ترفع فيها النجوم للابطال. وكمان هاي المهارات اجي ادمجها. عشان ما اطول عليكم الفيديو اخواني، يعني اذا بدكم يعني هي واضحة يعني هاي الشظايا شظايا الابطال. يعني مثلا عندي البطل بدي ارفع نجومه، اجي على هذا القسم اشوف اذا في عنده شظايا. مثلا هلا مثلا عندي هذا البطل اليكس، يعني اوضح لكم اياها، يعني اليكس مثلا عندي 12 شظيه لالو، اروح على قسم تجنيد الابطال. مثل ما شفتوا بالحقيبه اخواني، يعني عندي 11 شظيه للبطل اليكس. شو بدي اعمل؟ يعني بدي ارفع النجوم للبطل اليكس. اجي اول شيء لازم ارقيه، يعني خلي رقيه بهاي الكتب، الكتب الزرقاء والكتب البيضاء والكتب الخضراء، حتى اكيد يترقى معي. مثل ما شوفوا صار عندي ليفل 17، اجي حط ترقية. مثل ما تشوفوا عم يرفع لي النجوم. هلا بيصير ما ظل عندي شظايا له حتى اقدر ارفع النجوم. يمكن الحصول على الشظايا من خلال التجنيد. هاي هي اخواني، هاي يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي. هاي هي يعني ما يلزم يعني مبينه، يعني الشظايا تستخدمها لرفع النجوم الابطال. نروح على قسم المكونات. المكونات اخواني، هاي المكونات هاي مهمة. هاي المكونات تستخدمها يعني تفيدك بالهجوم، يعني تفيدك بالهجوم. مثلا المكونات هاي مثل ما تشوف اطلاق سريع، زيادة الضرر، خفض الضرر. يعني هون كمان شوف عندك شو عندك مكونات بالشنطة، يعني اذا المكونات لازمها ترقية او هاي هي يعني دمج. فشو بتعمل؟ يعني تيجي هون هسا عندي هاي 13، هاي 2 ما راح تترقى معي، هاي 13 ليفل 1. احط دمج المهارة، تندمج هيك المهارة وال 13 يعني يزودوا لي قوة المكون، يعني يعطوني مكون مثلا يعطوني مكون واحد او اثنين بس تكون قوته زيادة، يعني اقوى من الليفل 1. اقدر كمان احط دمج للكل، يعني تندمج كل المكونات. مثل ما تشوف هسه عندي مثلا اطلاق سريع عندي 6، عندي خفض الضرر 3،
عندي هاي واحد، عندي هاي ستة، هاي ثلاثة هيك يعني. لما تحط دمج للكل تدمج لما تحط دمج يندمج الكل، هيك كل المكونات تندمج عندي مثل ما تشوفوا يعني، زادت عندي قوة المكونات. فهذا القسم كمان مهم بالحقيبة اخواني. اخواني ارجع ايدلكم عشان ما اطول عليكم الفيديو. المواد هاي هي يعني، عندك البطاقات التجنيد، هاي القسم هذا يعني حط لك هاي المواد يعني اللي حصلت عليها من الاحداث واللي حصلت عليها مثلا من المهمات. هاي هي قسم المواد. القوات هذا يبين لك عندك كم، مثلا عندك كم عنصر من القوات البحرية ومن القوات الجوية ومن القوات البرية، ويبين لك ليفلهن يعني، يبين عندك الليفل تبع القوات. الزينة هذا يبين لك شو هي الزينة اللي عندك مثلا. تقدر كمان تنبش فيه الزينة وتخليها تصير أقوى يعني، يعني حتى تعطيك فائدة أكثر. الأبطال، قسم الأبطال بالحقيبة هذا يبين لك إنه كم شخصية عندك للأبطال، والمهارات كمان يبين لك كمان المهارات وليفل المهارات، وتقدر كمان ترفع فيه الليفل تبع المهارات، المهارات الحصرية والمهارات العادية. المكونات هذا يبين لك يعني كم مكون عندك مثلا، وإذا كان المكون يحتاج ترقية أو ها هي يعني، إذا كان عندك المكون يحتاج ترقية حتى ترقيه. ها هي إخواني، هذا كان شرحنا عن الحقيبة يعني. إذا في شيء ثاني يعني تحبوا أذكركم إياه اكتبوا لي بالتعليق يعني. وبالنهاية إخواني راح أحط لكم رابط صفحة الانستغرام بالوصف، ورابط صفحة عفوا، وفي جروب كمان، عملت جروب للفيسبوك إذا تحبوا تنضموا فيه كمان. حياكم الله. وبالنهاية إذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة وفعل الجرس وحط لنا لايك للفيديو، واكتب لي بالتعليقات رأيك عن هاي الحقيبة يعني. وبالنهاية أتمنى لكم أوقات سعيدة. كان معكم أخوكم باسل، ألقاكم بحلقات قادمة إن شاء الله. في أمان الله، إلى اللقاء.